أي مسلم يعيش في بلاد الكفر. ستقدم مسلمًا جور قرآن لقوم يسم. لابد أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. الهجرة واجبة. أنا اللي أنا خزفة تخوما يبشقوه مسلمًا قرآن لقوم أكون شبسون. فماذا تصنع أنت الآن؟ تقول أنا لا أستطيع أهاجر. إذا لا تستطيع تهاجر لابد أن تدعو إلى الإسلام، تدعو إلى الله، تكون داعية. الدعوة إلى الله في هذه الأيام من أسهل ما يكون. لا تفتي، فتوى بتنخوي وراقم، لا تتكلم فيما لا تعرف، ومتسخر جبن راقم، ومتسخر متبسطحن راقم. الذي تثق فيه 100% هذا علم الناس. شجقته ملحو بتسخر بتسخر تقول تسخم يبغى تسخن راقم. أنت لا شك أنك تتكلم مع المشركين، مع الكفار، تختلط بهم. من مسلمان غم شجقتكم وزاري بسافر وزاري خحر وزاري لماذا لا تتكلم معهم عن الإسلام؟ لماذا لا تبين لهم الدين الإسلامي؟ إسلام دين تحقق بجنه ميرا. لماذا تتكلم مع الكفار في أمور الدنيا ولا تتكلم معهم عن الإسلام؟ إذا لابد أن نتحرك. إذا لم نبدأ هؤلاء بالدعوة إلى الإسلام بدأونا هم بالدعوة إلى غير الإسلام. دينهم